السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرجع في الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي. إذا اليوم لدينا الدرس الرابع، سنتطرق للعداد من 101 إلى 999، بعدما تطرقنا في حصص سابقة إلى الأعداد من 0 إلى 99 ثم إلى العدد 100. إذا اليوم سنبدأ من 101 إلى 999 في الصفحات 20 و21 و22. إذن اليوم سنبدأ بالصفحة 20. إذن الصفحة 20، إذن ننتقل إلى الصفحة 20 من هذا الدرس. أهداف هذه الحصة، ما هي أهداف هذه الحصة؟ إذن الأهداف التعلمية: أقرأ وأمثل وأفكك. أقرأ وأمثل وأفكك الأعداد من 101 إلى 999 وأكتبها بالأرقام والحروف، ثم أنمي فهما أوليا لنظام العد العشري والقيمة المكانية حتى العدد 999. إذن نبدأ لنبحث جميعا، نلاحظ المثال ونكمل كتابة وتفكيك العددين. إذن هنا من خلال هذا المثال هذا كيف أنجز، سننجز المثالين. إذن هنا كنلاحظ بأن عندنا هنا صفائح، عندنا الصفيحة الأولى، الصفيحة الثانية، الصفيحة الثالثة، كل صفيحة فيها 100 مربع صغير، وهنا عندنا 3 قضبان وكل قضيب فيه 10 مربعات صغيرة، ولدينا هنا المربعات بطبيعة الحال 5 مربعات، وبالتالي فهذه تمثل الوحدات. داكشي علاش كتبنا درنا هنا في المعداد درنا 5 وكتبنا تحت منه 5 لان عندنا 5 الوحدات. درنا 3 ديال الحلقات في العشرات لان عندنا 3 القضبان، ثم درنا 3 الحلقات في المئات لان عندنا 3 ديال الصفائح. وهنا في جدول التفكيك فككنا العدد، يعني العدد 300، العدد ديالنا هو 335، إذن فككناه إلى مئات وعشرات ووحدات، وفككناه بهذه الطريقة وفككناه بالجدول. إذن هنا عندنا تفكيك، عندنا هنا معداد، وعندنا هنا القضبان والمربعات والصفائح. إذن سنقوم بنفس الشيء بالنسبة للمثال الثاني. إذن نحسب عدد الصفائح 1 2 3 4. إذن عندنا 4 ديال الحلقات، لو أننا يعني نديرهم بالأزرق لكان أفضل. بالنسبة للقضبان عندنا 2 4 6، إذن عندنا 6 حلقات لأن عندنا 6 عشرات، 4 5 6. ثم عندنا 2 4 6 7 وحدات، إذن 2 4 5 6 7. إذن نكتب تحت كل مكانة الرقم المناسب. إذن هنا عندنا 7، عندنا هنا 6، وعندنا هنا 4. إذن العدد 467. إذن إلا بغينا نفككوه غادي، إذن عندنا 400، لأن عندنا 4 د المئات. ثم عندنا 60، لأن عندنا 6 قضبان، وعندنا 7 وحدات، ويمكن كتابة هذا العدد كما يأتي. إذن هنا عندنا واحد شوية ديال واحد ديكالاج، إذن هنا في الحقيقة نكتبه هنا، دونك غادي نكتبه هو 400 + 60 + 7 كيساوي 467، لأن هنا كاين واحد شوية ديال الخل. إذن هذا بالنسبة للمثال الثاني. بالنسبة للمثال الثالث، إذن في المثال الثالث سننهج طريقة مختلفة. إذن غنأخذ الوحدات، عندنا الوحدات 1 2 3 4 5 6 7 8، إذن 8 وحدات، يعني غنديرو 8 د الحلقات هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8، ثم نكتب تحت الوحدة 8، ثم نكتب هنا 8، ثم نكتب هنا 8، ثم نكتب هنا 8. إذن هذه هي المكان للوحدات في كل حالة. ثم ننتقل إلى العشرات. العشرات عندنا 1 2 3 4 عشرات، يعني عندنا في المعداد 4 حلقات، يعني غنكتبوها تحت 4 عشرات. إذن 4 عشرات تساوي 4،
يعني هنايا غنكسبو 40 وغنكسبو في المرتبة ديال في الفصل ديال في المرتبة ديال المكانة ديال العشرة هي المكانة الثانية. بقى لينا المئات. المئات عندنا واحد اثنان ثلاثة، يعني عندنا ثلاث حلقات هنا في المعداد حتى غنكتبو ثلاثة. ثلاث مئات يعني ثلاثمائة، وهنا نكتبو ثلاثمائة وهنا ثلاثمائة. إذن وهكذا نكون قد ربطنا مع كل عدد بالمكانة ديالو. إذن ننتقل إلى التمرين، الحصة الثانية أفهم وأطبق. التمرين الأول أكتب الأعداد. إذن هنا غادي نجيو نشوفو عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذن سبع وحدات. ما عندناش العشرة إذن غنوضعو صفر. عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، يعني العدد الذي يناسب ويلائم هذا المعداد هو 907. بالنسبة للمعداد الثاني عندنا هنا صفر حيت ما عندناش الوحدات. عندنا أربع عشرات وعندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذن 640. بالنسبة للحالة الثالثة لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، يعني تسع وحدات، ثم أربع عشرات، ثم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني 600، إذن 649. التمرين الثاني أكمل تمثيل وكتابة الأعداد. إذن هنايا مرة كيعطيونا المعداد مملوء، ومرة حنا خصنا نكتبو الأرقام. إذن عندي هنايا الحلقات، إذن غادي نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذن هنا الوحدات عندنا سبعة. صفر ما نديرو هنا والو، لأن عندنا صفر هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، إذن 907. بالنسبة للعدد الثاني سبع مئات، إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذن خصنا نزيد وحدة، إذن خصنا واحد المئة. بالنسبة لهذه عندنا واحد اثنان أربعة أربعة، إذن هنا أربعة وهنا أربعة، إذن جيد. هنا عندنا خصنا نديرو جوج، إذن خصنا واحد ثم اثنان، إذن العدد هو 742. بالنسبة للمعداد الثالث واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، إذن عندنا هنا تسع وحدات، ثم أربع عشرات، ثم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ثم ستمائات. إذن ننتقل إلى التمرين الثالث. ألون الكتابة بالأرقام الموافقة لكل كتابة بالحروف. إذن التمرين الموالي ألون الكتابة بالأرقام، إذن هنا الموافقة للكتابة بالحروف، يعني هذه هي الكتابة اللي غناخدو بها. هنا غنختار وحدة، إذن غادي ناخذ واحد اللون باش نلونو. إذن 109، إذن عندي 100، إذن هنا خصني نشوف 100، هذه 100 هذه 100، ولكن هذه 900، إذن هذه غادي نقصيوها. وتسعة، هذه 90 هذه 9، إذن الجواب الصحيح هو هذا، هذه 190 هذه 910. 300، إذن كاينة عندي هذه 300، هنا 400 300، إذن هذه 400 هذه غنقصيوها ما غاديش تدخل، إذن بقى لينا بين هذه وهذه 340، هذه 40 هذه 4، حنا بغينا 40، إذن هذه اللي غناخذو وهذا هو الجواب الصحيح. 505، 500 500 500 كلهم فيهم 500، ولكن اللي غادي يفرق بيناتهم هو وخمسة، هذه وخمسة، هذه 50 55، إذا اللي صحيحة هي وخمسة. 909 كلهم فيهم 900، ولكن شكون فيهم هذه وتسعون، هذه 99، هذه وتسعة، وحنا بغينا وتسعة، إذا هذا هو الجواب الصحيح. ننتقل إلى التمرين الرابع والأخير. ألاحظ المثال وأكمل ملء الجدول. إذا هنايا عندي 200، يعني 200 جوج المئات، 50 خمس عشرات، 7 7 وحدات. كذلك هنايا عندي 600، 600 يعني 600، 90 يعني 9 عشرات، 6 6 وحدات. 900، 900، العشرات 7 حيت عندي 70، الوحدات ما عنديش غادي نوضع صفر. 800 يعني 800، ما عنديش العشرات غنوضع في بلاصه الصفر، ثم 8 وحدات. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس في حصته الاولى في الصفحه 20 من كتاب المرجع في الرياضيات للسنه
الثانيه ابتداء.